السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ظريف جدا، كل اللي عليك ان انت بترفع الصورة بتاعتك وهو يظبطها لك على اي شخصية تختارها. خلينا نجرب، هقول له براوس وهبدأ اختار صورة مثلا عمر سليم. خلينا نختار مثلا الصورة ديت. الموضوع سهل جدا جدا، يعني ممكن تغير الفيس او تغير الجسم نفسه. تبدأ بقى تختار مثلا حاجة معينة، هو يبدأ يركب الوش بشكل احترافي زي كده مثلا. تعال نشوف اهو، بدأ يحط الوش بتاعي على وش الراجل ويظبط السايز بتاعها وكل حاجة زي ما انت شايف. تقدر تعمل لها داونلود وتقدر تعمل لها شير وتقدر تعمل انهانس وتغير في الصورة زي ما انت عايز. ركب الوش بتاعي هنا، دي مثلا حاجات عملتها، دي الصورة الرئيسية. هو بدأ يركب الوش بتاعي على الصورة الرئيسية، هو راح مركب بقى. فاكرين بقى ركب ده بالشكل ده، خد الوش وبدأ ان هو يركبه وبدقة رهيبة جدا. ممكن تقول له براوس وتختار اي صورة، ممكن نختار ديت مثلا. على فكرة البدلة متركبة اصلا، مش فاكر اني كنت لابس بدلة في اليوم ده. تمام، اي صورة من دول بتختارهم هو بيبدأ يجهز عليها. دي شخصيات مشهورة بيبدأ هو يظبط عليها. تمام، او ترفع انت صورة معينة ويركب وشك على الجسم الشخص اللي انت هتختاره. فده كل ده بالذكاء الصناعي وما بياخدش ثواني، مفيش واحد بيستخبي بيستلم الصور ويعدلها، لا هو كله ذكاء صناعي. وممكن تاخد الاي بي اي الابلكيشن بروجرامنج انترفيس وتبدأ انت تبني عليه. طيب الموقع ده فيه شوية حاجات برضو اي اي ذكاء صناعي، لما تدوس هنا بيظهر لك جنريتد فوتو، يبدأ هو يكون صور فيس جنريتور، يعدل لك الصورة باك جراوند ريموف، بترفع الصورة وهو شايل لك الباك جراوند. أنا بستخدم موقع معين بيعمل الموضوع دوت في الدعاية بتاعت المحاضرات بتاعت بيم أريبيا، بناخد صورة المحاضر ونحذف الخلفية ونخلي صورته وحواليها الكلام، فبنستعمل الموضوع ده كتير. بس للأمانة موقع تاني غير دوت، لأن الموقع ده أنا لسه عارفه جديد. ممكن تقول له جنريت فوتو وتقول له بقى ده أنا عايز مثلا الشخص ده يكون سعيد، ترفع الصورة. هو ما عندوش شوية صور بيعرضهم، لا ده بيعرض حاجات عشوائية. طيب خلينا نرفع الصورة بتاعتي. ابديت فيس. طيب انت عايز لشخص ميل وفيميل قريبة، زود حاجات تانية. ابديت فيس، الصورة دي مش حقيقية، هو بيكونها دلوقتي. تمام، يعني اختار فيميل. تمام، هتجيب لك صورة اخته. تمام اهي. طب الجلد، لون الشعر، علميا ما فيش حد اسود وشعره احمر، ما شفتش الموضوع ده، بس يعني نجربها. تمام، تغير بقى، تقص الشعر شوية، تطوله زي ما انت عايز. طب نحط له نظارة، نظارة قراية ولا نظارة سان جلاسز. خلي بالك الصورة بتختلف تماما، مش مجرد بيحط نظارة. ميك اب، كل ده ذكاء صناعي مجاني سريع. ممكن تقول له راندوم فيس فينشئ لك صور عشوائية بسرعة. ايوه جنريت فيس، تك 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 الوش هو يبدأ يظبطها لك.
للميديا. تعال نجرب مش هنخسر حاجة. ايه اللي عامل بيهم السيرة ده؟ المفروض اشتريهم يعني؟ اب سكيل، فممكن تقول له انا عايز صورة معينة ونغير شوية. بيقول لي بقى اعمل ابجريد للحساب بتاعك. ممكن نرفع صورة وهو يحذف الخلفية، وده انا جربتها في مواقع كتيرة وكانت بتيجي بشكل رائع يعني. تمام، حاجة مثلا زي كده بتاع باتمان. حذف الخلفية بدقة رهيبة جدا، ده اللي احنا بدأنا بيه. الذكاء الصناعي قادم وبقوة.